النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا في مجال النقل السككي واللوجستيك. محور لقاء انعقد بالرباط بين وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ونائب وزير الأراضي والبنيات التحتية والنقل الكوري بايك وون كوك. الطرفان بحثا خلال هذا اللقاء سبل النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا، لا سيما في قطاع النقل السككي. كوريا تبدو واحد الأهمية كبيرة لجميع الأوراش ديال البنية التحتية ديال النقل في المغرب تحت قيادة النايرة ديال سيدنا الله ينصرو، وتعترفوا ب يعني الدور ديال المغرب في المنطقة، نوسعوا التبادل فيما يخص الخبرات باش نقدروا نستفدوا أيضا من التجربة الكورية في كل ما يتعلق بالتنقلات والتنقلات الذكية وتنقلات المستقبل، وإن شاء الله غادي تكون مثمرة وغادي نبرموا اتفاقية في هذا المجال هذا. السيد بايك وون كوك نوه بالخبرة المغربية في مجال البحث التطبيقي في البنيات التحتية، مؤكدا أهمية مشروع اقتناء عربات السكك الحديدية بما في ذلك قطارات فائقة السرعة. بناء على الثقة المتبادلة بين بلدينا، تلتزم كوريا بدعم إحداث فرص الشغل والتمويل العمومي ونقل التكنولوجيا بتعاون مع مقاولات كورية. نرغب في توسيع التعاون الثنائي لما هو أبعد من قطاع النقل السككي ليشمل مجموعة قطاعات النقل واللوجستيك، وسنواصل هذا التعاون بنشاط في المستقبل. ويأتي هذا اللقاء امتدادا للاجتماع الذي عقد في شهر يوليوز الماضي بالرباط بين السيد عبد الجليل ووزير الأراضي والبنيات التحتية والنقل الكوري سانغو باركر.